البرقلة على غرار باقي الوطن يؤكد بأنه مواصل في هذا الحراك الشعبي. شعب ورقلة أثبت من قبل أن ورقلة هي عاصمة الحراك الشعبي باعتبار أنها قدمت الكثير من المسيرات السلمية من قبل، وكانت تضرب مثال يحتذى به في الحراك الشعبي السلمي. اليوم شعب ورقلة يؤكد بأنه مواصل في طريق الحراك حتى أن تتحرر البلاد من أذناب فرنسا. شارك في هذا الحراك الشعبي التاريخي الذي يعتبر امتداد للثورة 54، وأقول كلمة للشعب الجزائري يجب أن لا ينسى الوحدة نتاعه، وأقول كلمة للعسكر يجب أن يبقى مستمرا في حماية هذه الثورة، وأقول كلمة للعصابة يجب أن تأخذ حقها أمام القضاء والعدل. الشعب الجزائري يقعد متوحد، الشعب الجزائري يقعد متوحد وينحوا لنا العصابة هذه ويتوحدوا في بعضهم وينحوا التفرقة. الجزائر راهي وحدة ما هي الزوج، ولكن راه باغيين يفرقونا راهم لعداينا الله، ردوا بالكم. اتحدوا اتحدوا، الاتحاد قوة. الحمد لله راني عريس جديد وربي يتمم إن شاء الله بالخير. ان شاء الله الشعب الجزائري يزيد الانتصارات نتاعو ونتخلصوا من العصابه هذه. اولا الجزائر، ثانيا الجزائر دائما. الجيش والشعب خاوه خاوه.